الخبر اول اللي عادنا على قمر الطاي وتهجمها على منو. فبعد ما مصطفى الريدر يا حبايب نزل مقطع مالته اللي يحكي بيه على ياسو ونورمان وقمر الطاي، ووضح انه قمر الطاي هي منطته بلوك بعد كل الصداقه والعشره اللي ما بينهم. هذا اللي خلى قمر الطاي يا حبايب تطلع وترد عليه وتنزل هذا الستوري تشات كاتبه بيه ها 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 انه قاعده تضحك، وبالستوري الثاني تشات كاتبه بيه اللهم ابعد عني المنافقين وذو الوجهين، ومن يظهر امامي شيء وفي باطنه شيء او خبث. طبعا نزلت في هذا الستوري بعد ساعة واحدة بس من نزول مقطع مصطفى ريدر، فوضح انه يتقصدك. اكتبوا بالكومنتات شو رايكم، هل تو يا مصطفى ريدر ام هي قمر الطائي؟ طبعا هي طلعت شوية اشاعات انه هي تقصد نورمار يا حبايب بالنسبة للاشخاص اللي راح يسألوني ليش. فبالنورمار بعد ما نزل الحلقة مالته امبارحة بهذا المقطع صار يقول بي انه هو عاش علاقة حب وحدة، يعني في اي علاقة حب بينه وبين قمر الطائي، رغم انه اغلب الاشاعات تقول انه هم كان بياتهم علاقة حب. ما ادري الصراحة، راح احط لكم اللقطة شوفوها. اسم اول وحدة حبيتها لما بعد ما صار عمرك 18؟ لا بعد ما صار عمرك 18 ما حبيت وليد بحياتك. لا بحياتك لا. انا حبيت مره واحده اصلا. امتى؟ مع كنت من الابتدائيه للثانويه. لا اوكي طيب بالثانويه. ايه لانه ابتدائي ما هذا اسم عادي. انت بدك تحكي اسم؟ انا بحكي اسم عادي. لا بس لا احا اخوه لا 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 بس لا كانت شوفي احكي لك شوي تمام. انا اسف اذا طلعت من سياق الحلقه، بس انه هاي البنت كانت معي من الصف الاول من صغرنا. كانت هي شاطره وانا شاطر، انا ابروك مقعد اول هي مقعد اول. طيب. فانا كنا نحكي وكان في قرابه جدا بعيده. قرابه جدا تمام، قرابه جدا بعيده. أوكي. بس انه في قرابه. رح اعطيك اول حرف على كل حال. لا ما بدي، انا بدي الاسم كامل. بدك حطه بعطيك اول حرف. اوكي بس الفكره انه بصف السابع عندنا بسوريا انه بفرقوا المدارس الاعدادي على البنات مع الشباب بفرقوا. فانا كنت اهرب من المدرسه واروح لعندها على المستنصرف لحتى اشوفها بنت المال. ولحتى الان يعني بهداك الوقت انه ما بنعرف انه احنا بنحب بعض، بس سبحان الله هيك يعني ما بفهم يعني بتحبه ولا لا. طبعا حب ولا بس بعدين انه بعدين قبل ما اطلع من سوريا بتذكر انه تزوجت. فبهداك الوقت حطيت نقطه حمراء على الحب وكل الحب، فما راح اقول لك اسمها لانه راح تصير مشاكل. ننتقل حاليا يا حبايب الفضيحة نورمار انه هو قاعد يدخن. فيا حبايب نزل هذا الستوري، بهذا الستوري كان واضح انه قاعد يدخن وقدامه دخان مثل ما شايفين. طبعا اكتبوا بالكومنتات شو رايكم بهذا الشيء. وننتقل حاليا يا حبايب اميره الحسين بعد ما نزلت هذا المقطع اللي تقول انه انا اخر اهتمامي الحب ولحسيت هي وقعت بالحب. فواحد بالكومنتات كان سائلها انه منو توقعتي بحبه؟ قالت واحد. فاكتبوا بالكومنتات منو تتوقعون الشخص. طبعا نور ستار تنزل هذا المقطع عشان ترقص به هي وجماعتها واصدقائها، فاغلب الكومنتات كان يكتبوا لها حرام انه دنيا رمضان وانتم قاعدين ترقصون بهيك لبس. ما ادري صراحه بالكومنتات شو رايكم بهذا الشيء. بطلع حبايب من صوت المقطع في نقطه باللايكات عشان يكون فيها زي ما قدمت لك الخصاص. احبكم وبس، مع السلامه.